أعطيكم واحد المثال اللي هو معيب، هو ديال مكتب الوطني للكهرباء. كاين فيكم اللي تقاس زيادات، ولكن عارفين واحد المشكل الجوهر ديالو هو أن المغرب كان مهدد. كيما كنا مهددين في 2012 ما نقدوش نخلصوا الموظفين، كنا مهددين باش الضوء غيتقطع. علاش؟ لأن المكتب الوطني للكهرباء الديون ديالو، الفلوس اللي كتسالو، وصلت 51 مليار ديال الدراهم. المقاصة وصلت 57، وهو وصل 51. راه 5 مرات الميزانية ديال التعليم العالي، هاد 20 جامعة اللي عندنا وحوالي 100 مؤسسة وأزيد من 10,000 أستاذ وأزيد من 600,000 طالب، والأحياء الجامعية كلها كتقام علينا ب10 مليار. تسعود المليار وشي حاجة. الديون ديال المكتب 51 مليار، بلا الديون ديال التقاعد اللي هي 17. اليابان في 2008 جات قالت المغرب عندي مشروع ديال الاستثمار باش 25% ديال الطاقة غنوفرو، هذا جوج ديال محطات حرارة تأسس، ولكن ما بغاوش ينفذوا. علاش؟ لأن المكتب الوطني على حافة الإفلاس، على حافة الإفلاس، غيموت غيوقف. بالتالي جمدوا المشروع. جات الحكومة السعيدة إلى تاخذ قرار شجاع، قال غادي نديرو إنقاذ ديال المكتب الوطني للكهرباء، زائد غنوصلو الضوء لأزيد من 100,000 أسرة مغربية جديدة. ولكن هذا الإنقاذ عنده كلفة، 70% منها تحمل الدولة، لأن الميزانية ديال الإنقاذ 45 مليار ديال الدراهم، 30% غيتحملوها الفقراء، الفقراء شنو غيتحملوه؟ الأغنياء غيتحملوها الأغنياء، أما الفقراء ما يتحملوهاش. الإعفاء ديالهم كما عفيناهم الرسم الكهرباء اللي فائدة التلفزيون، قال غادي تحملوها الأغنياء، ودرنا نظام، ووقعت بعض المشاكل في البداية، ومن بعد دارت عملية ديال التتبع باش تحل، خاصة الأسر اللي عندها عدادات مشتركة، أو كان كيدير ليها الفترة ديال 3 شهور، كتجيهم فترة ثقيلة، ودارت العملية ديال الإنقاذ المكتب، أقل من 3 أشهر في شتنبر 2014. اليابان مع كوريا الجنوبية مع فرنسا كيوقعوا مع المغرب الاتفاقية ديال الأسفل، محطتين حرارياتين ديال الأسفل، بالغلاف ديال 23 مليار ديال الدراهم، باش 2018 نوفروا للمغرب 25% من احتياطي الكهرباء. هادو هما القصص ديال النجاح. ياك هذا، ولكن حتى واحد ما كنبقى نحددو فيه، يقول لك الصين والانتخابات جاية المغاربة يعاقبوك. المغاربة يعاقبوني لا خنتهم وما قمتش بالواجب ديالي، اما الا كنت كنعطيهم الكلام الحلو وكنقول لهم انا ما نزيدش عليكم في الضوء ونخلي هذاك المشكل حتى ينفجر واحد النهار، هذيك هي الخيانة ديال المسؤولية مع المغاربة.